معايا المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. مساء الخير يا سياده المستشار. انا ما بتفرجش عليك طبيعي. طب الحمد لله. هسألك ثلاث اسئله. اتفضل. قدام مصر كلها عشان تعرف انت بتقلي ادبك عليها ليه. انت كان مقدم ادويه لنادي الزمالك وانا رفضتها؟ ما حصلش. يبقى كذاب. والله ما حصل. مصر بكره كلها. والله ما حصل. يا راجل. والله ما حصل. استماره عندي. لو استماره عندك بتوقيعي. هو يا قصه توقيعك دي؟ طب ما نسال عبد الناصر عبد الناصر انا مالي ومال عبد الناصر زهيري؟ انا قدمت لك استماره بتوقيعي ان انا عايز ابقى عضو في نادي الزمالك. لازم تعرف الناس عشان انا رفضت عضويتك عشان انت نصبت على عمودي. العمودي ده سياده المستشار، العمودي ده مش انت خدت منه مليون جنيه يا سياده المستشار ووكلك في قضيه علشان خاطر تشتغلوا القضيه وابنك راح باعها ب 5 مليون جنيه؟ اسمع بس انا ارد عليك. ارد عليك، ارد عليك بس. انت بتقول لي العمودي، العمودي ده مش كان عامل لك توكيل وانت خدت منه مليون جنيه ورحت بعت ورق القضيه لرجب الحسيني ب 5 مليون جنيه؟ مشكله. انا بسالك، انا محامي. طب ما انا بسالك اهو. انت نصاب. ما انا برد عليك. لو انا ناصب على واحد انت ناصب على مصر كلها مرتضى. انا مش عايزك تاخدك الواسع شويه يا عم. انت ناصب على مصر كلها وشاتم مصر كلها. اقول لي طب رصيدك في البنك كام؟ وكنت بتاخد ال 8 جنيه تعملهم 18 جنيه وال 10 جنيه بتدخلهم في جيبك، واولادك خدوا صفقات وفلوس قد ايه؟ يا مرتضى احترم نفسك وسنك ومكانتك. انت راجل رئيس لنادي كبير، انت راجل رئيس لنادي كبير، خليك محترم وبطل تعرف الناس على بعضها. بلاش بطل كلمه تانية احتراما للقناه. يا مرتضى العمودي ده انت خدت منه مليون جنيه، جالك قال لك انا عايز ارفع قضيه، خدت منه ورق القضيه وبعته لواحد اسمه رجب الحسيني بخمسة مليون جنيه. يا ضاد انت ناصب على مصر كلها. سيبك من ان هم واقفين وراك ولا دوله بتعمل لك، وانت عارف الاعتذار اللي فات يا مرتضى جه ازاي. انت عارف ان انت طلعت قلت ان صوتك بيقلب صوت مره واحده ست يا مرتضى، وانا ما غلطتش فيك يا احمد يا سعيد، وما حصلش ان غلطت فيك، وكان موجود عبد الناصر الزهيري وكان موجود سامي عبد الراضي، وانت يا مرتضى وعارف كويس قوي ان انا ما اعتذرتش، وانت قمت بوست دماغي الاول. وانا بقول لك قدام مصر كلها لو راجل وذكر يا مرتضى يا منصور ذيع فيديو التسجيل. يا ضاضة خف نفسك، ومش احمد سعيد اللي يتعامل معاه البقين دول، اعملهم مع اي حد تاني يا ضاضة. فاصل وناخد الكابتن مؤمن. يلا. من 10 في على مستوى نادي الزمالك وعلى طريقه نادي الزمالك في اللعب، ما فيهاش اي اضافه جديده. حاجات مهمه جدا كان لازم نتكلم عنها. طب بصوا بقى معايا، قبل الزمالك يدعم صفوفه بعماد فتحي وانا بكون من المقصه وهتكلم على حوار مصر المقصه، انا بتكلم عن حوار ترشح رئيس نادي الزمالك الى انتخابات رئاسه الجمهوريه. اولا حوار ترشح انتخاب رئيس مجلس اداره نادي الزمالك الى رئاسه الجمهوريه ده حوار فكسان، يعني حوار فكسان. اولا خلينا نشوف فيديو اعلانه الترشح وارجع اقول لكم تعليقي ايه على اعلانه الترشح والدنيا دايره ازاي. قد تكون اللي هقوله ده مفاجاه لبعض الناس، وقد يكون معظم الناس فهموا الفيلم الهندي ده. هو بتاع حزب النور السلفي. وحضرتك اولا يعني خلينا نتكلم بواقعيه شديده. رئيس عبد الفتاح السيسي، انا دايما يعني لا احب ان اشيد او انتقد، يعني خلينا هنا بننقل الحدث كما هو. الرئيس عبد الفتاح السيسي مسك مصر فترة صعبة جدا، له ما له، في ناس هتشوف انجازات كبيرة. يمكن هو قال ان اتعمل في 4 سنين 11,000 مشروع، 11,000 مشروع، رقم مرعب جدا. قال حتى يعني قالوا بواقع 3 مشاريع في اليوم. هي لو اتحسب الثلاث مشاريع في اليوم 3 في 365 تعمل 1000، يعني 1000 مشروع، يبقى في الاربع سنين 4000 مشروع. اللي عمل الحسبة عملها الست الرئيس غلط، يعني لو اتعمل الثلاث مشاريع في اليوم في 365 هتبقى 1000 مشروع، في الاربع سنين هيبقى 4000 مشروع. انتخابات الرئاسة في أي مكان في العالم هي انتخابات لازم تبقى على قد الحدث، على قد الحدث. يعني لو قلنا دلوقتي عملنا احصائيه هنلاقي 80% من شعب مصر مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. اذا فكره فوزه بانتخابات الرئاسه، اكيد انا واحد من الناس المصريين اللي عايشين فشايفينها بنسبه تفوق ال 99%. ايه لازمته بقى ناس تخش تقلل من قيمه هذا الحدث؟
ايه لازمته ان واحد يخش وهو معروف انه دخل يعني في البرنامج اللي ظهر فيه رئيس نادي الزمالك على قناة القاهرة والناس؟ اول مرة في حياتي اشوف مرشح انتخابي داخل انتخابات الرئاسة وقدامه ساعتين مفروض يعرض فيهم مشروعه، طريقته، تمنياته، خد الساعتين يشتم فيهم إيهاب علي ولا اسمه ايه إيهاب، ويشتم فيه خالد علي، عفوا، يشتم فيهم خالد علي، ويشتم فيهم حسام حسن، ويشتم فيهم ابراهيم حسن، ويشتم فيهم حمدين صباحي. يبقى كده بدأ لحضراتكم تفهموا سبب ترشحه. سبب الترشح مش انه يترشح للانتخابات اللي هتنتهي في الاخر بحد هيخش عليه بعد ما يؤدي صلاة الفجر يقول له من على الكيبورد انسحب من انتخابات الرئاسة لصالح الرئيس عبد الفتاح السيسي كما يحدث كل مرة. فاذا دخوله الانتخابات هينتهي بهذا الامر. ايه لازم الدخول الانتخابات؟ لو انتوا بتسألوا السؤال ده اجابته علشان يطلع يشتم باقي مرشحين الرئاسة، ده اجابة السؤال. وعشان يتقال زي ما الناس خدت الموضوع بتهريج، الحق ده مرتضى داخل الانتخابات، الحق ده سما المصري داخل الانتخابات، فالموضوع يقلب بتهريج، الحق دكتورة منى داخل الانتخابات، يقلب الموضوع بتهريج. ايه لازمته لما يحصل حدث، ده حدث مهم، ومصر دولة كبيرة ودولة عظيمة، لما يحصل انتخابات ويدخل خالد علي، يدخل حمدين صباحي، يدخل الناس، واي حد عايز يدي صوته لاي حد ينزل يديه، وفي الاخر يفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة جديدة يكمل المشاريع اللي هو شغال فيها. ايه المشكلة؟ ليه دايما عايزين نتفه من الامور؟ ليه دايما عايزين، هل الولاء ان انت تدي صوتك للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات، ولا الولاء تطلع تشتم الباقيين اللي بيترشحوا؟ ليه الناس فاهمة الديمقراطية غلط؟ ليه الناس فاهمة الحرية غلط؟ ليه الناس فاهمة ان الولاء والانتماء ان اي حد يظهر يتشتم ويخاط في عرضه ويخاط في شرفه ويخاط في اهل بيته؟ ايه لازمته؟ النهاردة انت كرئيس نادي ما بتقف مع الطبيب بتاع الفريق بتقول له اوعى تجيب سيرة لعيب برة، لان ده ممكن يخليك تتسجن وتدفع تمن كبير، لان ده سر من اسرار اللي انت اقسمت عليه، فما ينفعش يعلن بره. كلام جميل. طب انت لما بتبقى محامي لحد، ليه لما بتيجي تختلف معاه بتفضح اللي خلفوه؟ ما هو دي مش اسرار برضه شغل؟ مش دي سرية؟ مش دي حاجات ما ينفعش انها تتقال؟ ايه دخل ان انت مثلا الكابتن حسام حسن، بنسمع مثلا في برشلونة ريال مدريد لاعب من ريال مدريد راموس مثلا يطلع يروح قصف جبهة برشلونة، لا يعني مثلا ريال مدريد يتغلب 1-0 فيطلع يقول الحمد لله ان احنا ما اتغلبناش 3، كويس ان احنا ما اتغلبناش 3، ويرمي الكلمة على بيكيه مثلا، يطلع بيكيه يقول له كويس انك ما اتغلبتش 3، ويروح مثلا حاطط له نتيجة مباراة 5-1 6-2 4-0، اي نتيجة من النتائج دي، او ميسي مثلا هو بيحتفل. ده اللي نعرفه في الرياضة. لكن يطلع مثلا حسام حسن يقول تعليق زي ده، فيطلع رئيس نادي الزمالك يقول له خلي بالك من مراتك الجديدة، ايه علاقة ده بده؟ ايه علاقة مراته الجديدة ولا مراته القديمة؟ ولا دي حاجة اصلا تعيب في ايه؟ يعني ده يعيب حسام حسن في ايه؟ انه يتجوز واحدة جديدة ولا يتجوز واحدة قديمة؟ وايه علاقة ده بكرة القدم؟ ايه علاقة ده بكرة القدم؟ ايه اللي يعيب حسام حسن في ده؟ ما تطلع ترد عليه، يروح طالع ابراهيم حسن ردد عليه ويقول له هديك 100 قلم على وشك، واللي هيقع من على وشك هياخده ولادك. انت قللت من نادي الزمالك، قللت من مكانة رئيس نادي الزمالك، خليت حد يطلع يشتمك ويقل منك، وانت لا تمثل نفسك ابدا، لانك انت لو بتمثل نفسك الناس كانت عرفت تتعامل معاك، لكن انت بتمثل نادي كبير، فاول ما بتتخبط مع النادي الكبير ده، اول ما بيتخبط معاك في حد فبتقول انا لن اسمح ان حد يهين الزمالك وجمهوره، بتروح ملبسها للجمهور. فالنهارده حضرتك طالع
ويروح مسرب لك ليك وانت بتصوت وانت بتقبض عليه. طب الجمهور بتاع نادي الزمالك كسب ايه؟ في ماتش جاي بين الزمالك والمصري، ماتش جاي بين الزمالك والمصري، هل الاحتقان ده هيؤدي الى ايه؟ الاحتكاك العصبي ده هيبقى مأثر على لعيبه نادي الزمالك ولا مش هيبقى مأثر؟ النهارده يا جماعه خلوا الكلام يبقى بواقعيه، مدرب طلع قال كويس ان احنا ما اتغلبناش ثلاثه، الجمهور بيرد عليه بصورته وهو مغلوب اربعه، صورته مغلوب سته، صورته وهو مش عارف ايه، ماشي رد ده حقك، لكن ايه علاقه انك تاخده وتطلع بقى ده ما بيصير.